في عناوين النشرة: 5 صواريخ من الداخل السوري على البقاع الشمالي. أنسي الحاج: رحيل الخواتم إلى خيال الحياة. من كفاح الأحلام أقبل من يناع الأيام أولى ثمرات الحكومة لجنة صياغة البيان الوزاري. ونحن نتجه مبدئياً إلى وضع بيان وزاري مختصر جداً. غريزة قتل الزوجات تلاحق اللبنانية مارغريت طنوس حتى أستراليا. لاحظ المعص وبلش يشرطها بوجهها. صار يشرطها بوجهها، لا قال لها رايحة تعملي تجميل بلبنان، أنا هلا الحجملك أنا. آخر إبداعات داعش من الرقة: النقاب والقرآن وإلا. هم فرضوا علينا فرض، يا تسمع قرآن يا أما تنجلد أو من هالحكي. وفي النشرة: جديد مايا دياب، قديم بيونسي. انت ملك بتعب بلك، ما بديك تترك الوحدي يا حبيبي. من قناة الجديد في بيروت، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية. الحياة السياسية وردية، الربيع أعلن فصله من قلب الشتاء. انعقد مجلس الوزراء وتفتحت أغصان اللجنة الوزارية وبدأ الحديث عن بيان وزاري بنسيم عليل. هو لبنان وليس أي بلد آخر، فيه أحب الوزراء بعضهم بعضا من أول جلسة، وفيه أصبح أشرف الناس في منزل أشرف ريفي، وعلامات الصفا كانت بادية على معلومات الطرفين. انتهى غضب الله، كانت عين وصابت، وعاد العمر السياسي من أوله. أما الطارئ من المشكلات فقد أسند إلى نهج البلاغة لدى فريقين لم يبرعا في شيء أكثر من براعتهما في صف الكلام. حكومة الأشهر الثلاثة تعيش شهر العسل السياسي الموعود بثقة نيابية بعد بيان وزاري متلاعب الألفاظ. وغدا أولى التجارب مع لجنة ضمت صفوة المحاربين القدامى والجدد. وأجواء التآخي بعد التراخي تنطبق على مرحلة الاستحقاق الرئاسي ومد شبكة أمان بين عون والحريري وحزب الله. يحصل ذلك في لبنان وفي زمن دولي إقليمي ينزع عن الأبواب أوراق الربيع ويرتب لحلول سياسية تخلف عبثية الثورات التي سرق بعضها. وعلى ضفاف هذه الأجواء يتحرك سعد الحريري ويخرج من مداولات الهاتف إلى ضوء الزيارات التي يبدأها من القاهرة اليوم. لكن المرحلة السياسية لم تصل إلى درجة قيام الحريري بزيارة لبنان. وللحريري في الوطن ملائكته الذين جلسوا وزراء على طاولة واحدة مع الخصوم، لا بل في منزل واحد مع أكثر الشخصيات التي كانت مصنفة استفزازية. وفي المعلومات من الجهة الجنوبية عن لقاء ريفي صفا أن وزير العدل سأل عن حواجز حزب الله على طريق اللب وعرسال، فرد رئيس وحدة التنسيق والارتباط بأن هذا الأمر يجري تنسيقه مع الجيش. وكان شرح في اللقاء لما حدث في الماضي، وقد أعرب ريفي عن اعتقاده بأن حزب الله كان ينوي أن يقعده في البيت، وأنه لو ما اتخذ مواقفه السياسية تلك بعد رفض التمديد له لاحترق في الشارع. وتحدث ريفي عن ضرورة عودة القناة الأمنية السياسية بين الطرفين. ولدى اللقاء جرى اتصال بين صفا ووزير الداخلية نهاد المشنوق بواسطة هاتف رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان، وتبادل الرجلان طرفي التعاون كلاميا. وقد دعا صفا العميد عثمان إلى وضع هذا التعاون موضع التنفيذ، فأجاب إنه قد بدأ فعلا خطة العمل ودهم الطريق الجديد، ملقيا القبض على خلية يتزعمها حسن أبو علفي التي ستقود إلى معلومات متعلقة بالمدعو سراج الدين زريقات من كتائب عبد الله عزام. ولدى سؤال المشنوق عن كل هذه المسيرة الإيجابية وما إذا كان الاتصال بحزب الله سيفتح صفحة جديدة، قال إنه يفتح كتابا.
البداية من بعلبك، 5 صواريخ من الداخل السوري على سهل البقاع الشمالي. أعلنت قيادة الجيش في بيان لها عن تعرض سهل بلدات حربة البازلية واللبوي قضاء بعلبك الهرمل لسقوط 5 صواريخ مصدرها الجانب السوري عصرا، ما أدى إلى إصابة المواطن محمد علي الحجيري من عرسال. وأضاف البيان أنه على الإثر حضرت قوى من الجيش إلى المكان واتخذت التدابير الميدانية المناسبة، وقام الخبير العسكري بالكشف على أمكنة انفجار الصواريخ. اليوم هاي هي الصواريخ الإرهابية اللي إجتنا، هذا الإرهاب اللي عم يدافعوا عنه بيجي لعنا، هذا حي سكني آمن ما في حدا، كلها مدنية، أطفال أولاد عم تلعب هون، ما شفنا إلا الصواريخ بلشت تنزل علينا. ايه إجا صاروخ حد منا وصاروخ هون، 3 صواريخ 4 صواريخ إجوا. من جهة أخرى تحدثت معلومات عن أن مروحية سورية أغارت على منطقة وادي عجرم في جرود عرسال مستهدفة رتلا لسيارات مسلحين ب4 صواريخ. طرق الرحيل باب رجل جاءنا من الصخر والينابيع واحتلنا من الربيع إلى الربيع. أنسي الحاج كان هداما قبل أن ينهدم، لم يكن يكسر الزجاج، كان يكسر الماء والقطن والحجر والوحل والأيدي الخفية، لم يستطع أحد أن يتزع من جانحيه ريشة وهوى. أنسي الحاج نلتقي في كل قصيدة. تقرير للزميلة كريستين حبيب. وجوه تنحني علي ولا أراك، ليتك تبقين وراء اليأس قليلا فأوافيك. امكثي قد أصل، فنذهب في روائح الليمون وأفوز بك في ريعان الموت. إلى ريعان الغياب حيث أول الليمون ذهب أنسي، إلى هناك حيث الموت أخف من هواء الحرية، دخل صاحب خواتم كاتبا خاتمته بيد لم ترتجف رغم ألم الأيام الأخيرة، خاتمة هادئة صامتة كما البداية عام 37. يومها لم يكن أحد يعرف بعد أن ابن لويس الحاج وماري عقل سيصير ذاك الأنسي، شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء في العصر الحديث. بدأت القصة حين بدأ أنسي الحاج ينشر قصصاً قصيرة في المجلات الأدبية وهو بعد على مقاعد الدراسة، وعلى حافة 20 أصبح مسؤولاً عن الصفحة الأدبية في جريدة النهار، حيث تنوعت مقالاته بين الأدب والسياسة، إلى أن أسس الملحق الثقافي الصادر أسبوعياً عن النهار بالتزامن مع إصداره مجلة شعر. من كفاح الأحلام أقبل، من يناع الأيام رد علي الحب حبيبي. الشعر مادة جبل بها أنسي، ومنها صنع تحفاً صارت ذخائر بين رفوف المكتبات وبين أيادي العشاق، من لن الديوان الأول إلى خواتم، مروراً بماذا صنعت بالذهب، ماذا فعلت بالوردة، والرسولة بشعرها الطويل، حتى الينابيع. قولوا هذا موعدي وامنحوني الوقت، سوف يكون للجميع وقت، فاصبروا اصبروا علي لأجمع نثري. زيارتكم عاجلة وسفري طويل، نظركم خاطف وورقي مبعثر، محبتكم صيف وحبي الأرض. إلى أرض الجنوب ومسقط الرأس جزين يعود أنسي حاملاً بسمة تحت إغماضة الجفنين، وتاركاً حباً في قلوب كل من عرفوه، هو الهادئ المتواضع، الفيلسوف غير المتفلسف، الذي كان يترك باب مكتبه في كل من جريدتي النهار والأخبار مفتوحاً للزوار، يكلمهم عن الحب أولاً وثانياً وثالثاً، يسألونه عن فيروز فيحدثهم عن الجبارة مروضة الأمزجة النضرة الشفافة، ويكرر لهم عنوان أغنيتها المحببة على قلبه. يا حلو شو بخاف إني ضيعة، نمرق على الجسر العتيق وتروح مني. ضاع الحلو
وبقيت على الجسر العتيق قصائد ونصوص هي اليوم في عهدة العائلة الصغيرة ليلى وندى ولويس، وفي عهدة شعوب من العشاق. أنا شعوب من العشاق. كريستين حبيب، قناة الجديد. لبناني متهم بقتل زوجته بدم بارد في منزلهما في أستراليا الذي يقع في مبنى مركز الشرطة. تقرير للزميل رامز القاضي. ضحية جديدة للعنف الأسري، بطلها لبناني، ولكن هذه المرة القصة من أستراليا. وفي التفاصيل أن الشرطة في سيدني اتهمت اللبناني جورج طنوس البالغ 55 عاما بقتل زوجته مارغريت البالغة 47 عاما ليلة أمس في منطقة بانكستاون. واللافت أن طنوس متهم بتنفيذ جريمته على بعد أمتار من مركز للشرطة يقع في المبنى نفسه. المسعفون وبحسب وسائل الإعلام الأسترالية نقلوا المغدورة إلى المستشفى وهي مصابة بجروح بالغة في الرأس، وما لبثت أن فارقت الحياة. مارغريت أبو كريمي متزوجة منذ 23 عاما وأم لولدين إلي وتراز، وهي مقيمة منذ صغرها في أستراليا، وتعرفت إلى زوجها وهي في زيارة إلى مسقط رأس والدها في شكة. ألاك اللي جايبي عندي تعاشم بيد بيده لك لك قلت لها انا ما عندي بيدي عمان، قلت لها هيدي تشفي مسكي ولدي لك شربت كبايه من ملايكه هيدي هي جايبتها لك يا ولدي لك. المدينة الشمالية التي تلقفت الخبر بصدمة كبيرة لهول القصة التي جرى تناقلها من وراء البحار عن جريمة نفذت بدم بارد، كما يروي لنا عمها شحادي أبو كريمي. جاي هي ملهوفة إنه كيف بتسكر لي المحل، أنت لا أنت عم تدفع أجار، وأنت أنا اللي معيشتك، وأنا اللي سيرتك عالم وخدتك على أستراليا ودخلتك على المدرسة سنة، واشتريت لك سيارة وطلعت لك دفتر السواقة وأمنت لك عمل، أنا ما بسو معك 20 سنة وهو بيخبط فيها ونايمي على جرحة، فاتت على البيت تاري صار في نفوس كلام بين بعضهم، شام العصا وروح صامتها براسة، نعم فوتها على الحمام وبلش يخبط له راسه بقلب الحمام على الحيطان شي 10 ضربات، غبيت دميات تشر منها ونزلت بالأرض، رجعت فتحت عينيها نتفاك تاري ربنا فتح لها عينيها، لقط المعص وبلش يشرطها بوجهها، صار يشرطها بوجهها، لا قال رايحة تعملي تجميل بلبنان أنا هلأ الحجملي كان، سكر الباب عليها وطلع من البيت، تلفن الأمة قال لها تعي شوفي بنتك أنا قتلها، ما بعرف إذا بعضها طيبة يمكن تلحقيها يمكن ما تلحقيها. ابن عم مارغريت كارلوس تحدث عن اللحظات الأخيرة للقائه ابنة عمه قبل مغادرتها لبنان الأسبوع الماضي. كانت أكثر شيء تخبرنا أنه كان في غيرة عند جوزها، كان كثير يغار منه، وخصوصي مثل ولادة يقولوا بيشبهوا عائلتنا البيت بكريم مش طالعين لبيت طنوس، هيدي هي أكثر إشياء. وقصة هيدي كمان المكتب، ما المكتب قصة جوزها كيف حطت جارهم بالمكتب كيف قاعد معه ونزل كحشه. برأيك معقول غيري توصل برجال يقتل؟ أكيد كتير معقد زلمة، روحة مرحة، روحة من جوا بتضحك، قلبها من جوا بيضحك من كل قلبها، كيف إله قلب مد إيده علي، من شايف كل أستراليا بتحكي بحياتها، الأسترالية واللبنانية مش الأسترالية بس، الله الله يقصره، الله يقصره، والله هو ياخذ الحق لأنه ما حدا فيه ياخذ الحق غير ربنا. وبحسب المعلومات فإن جورج طنوس ابن درب عشتار في الكورة لا يزال قيد الاعتقال لاستجوابه في اتهام وجهته إليه الشرطة بقتل زوجته، وقد رفض إخلاء سبيله بكفالة. رامز القاضي، قناة الجديد. البيان الوزاري امتحان الثقة الأساسي أمام حكومة المصلحة الوطنية، وعضو لجنة إعداده وزير العمل سجعان أزي يقول الجديد بيان قصير لحكومة قصيرة العمر. تقرير للزميلة نانسي السبع. أن يدخل فتى الكتائب الضحية الجنوبية وزيرا فذلك معضلة تحل بعدها كل معضلة. مجرد اختيار وزارة العمل من حزب الكتائب
هي رسالة إلى أننا ضد تقسيم المناطق مع وحدة البلد. وبصفته أحد أعضاء لجنة إعداد البيان الوزاري يؤكد قزي أن خير الكلام ما قل ودل. ونحن نتجه مبدئيا إلى وضع بيان وزاري مختصر جدا، وكما تمنى فخامة الرئيس أن لا يتعدى الصفحة الواحدة. وأساسا حكومة عمر القصير تحتاج إلى بيان من كلمات قصيرة. إذا صدقت النيات يعني جلسة أو جلستان كافيتان لوضع البيان الوزاري، يفترض بكل الأطراف أن يؤيدوا إعلان بعبدة، لأن إعلان بعبدة ليس لفريق دون آخر بل هو لكل لبنان. فالحياد اللبناني وتحييد لبنان لا يرتد سلبا على فريق وإيجابا على فريق آخر. وأتمنى على الفريق الآخر ألا يعتبر أيضا أن وجود دولة مقاومة في لبنان أمرا غير مفيد. نحن نريد دولة مقاومة، دولة مقاومة بجيشها، بشعبها، بقواتها المسلحة، بشرعيتها، بدبلوماسيتها، ولكن لا نريد الحروب العباسية والمعارك التي لا ترتد إيجابا على لبنان. يعني بتمنى يكون كبر البيان الوزاري أقل من عدد أعضاء لجنة البيان الوزاري. نحن 7، إن شاء الله يكون أقل، بس ما يكون 3 كلمات. بلكي كانوا جيش وشعب ومقاومة. ولا ابن الحزب الثلاثي الأركان يرفض المعادلة الثلاثية في البيان الوزاري. نحن اليوم نبحث عن بيان وزاري يكون مقبولا من الجميع. فالبيان الوزاري ليس بيان حزب الله ولا بيان حزب الكتائب، هو بيان كل القوى الموجودة في الحكومة. إذن يجب أن نزيل من البيان الوزاري النقاط الخلافية. أعتقد أن الأمور لن تصل إلى هذا الحد، لا إلى حد التحفظ لأن التحفظ لا يكفي، ولا إلى حد ذكر الثلاثية المعنية، لأن مثل ما قال الرئيس بري إن اللغة العربية غنية بالكلمات والكلمات هي مصدر الحلول السياسية. بين مقاومة والمقاومة يتغير المعنى ومعه المضمون. مثال يركن إليه معدو البيان الوزاري الذين يعولون في صوغهم على اللغة العربية الفضفاضة أو فضفاضة. نانسي السبع، قناة الجديد. جلسة أولى لمجلس الوزراء. رئيس حزب القوات يستقبل نوابا من 14 من آذار، وتسلم وتسليم بين الوزارات في بانوراما محلية. بحماسة زائدة ومزاج مرح وصل الوزراء القدامى والجدد إلى الجلسة الأولى لحكومتهم في قصر بعبدة، لدرجة أن أحدهم قال مبتهجا للصحفيين: رجعت لكم. وزراء تكتل التغيير والإصلاح جبران باسيل، لياس بوصعب وأرتور ناداريان وصلوا معا في السيارة نفسها، فيما وصل وزير المردة روني عريجي وحيدا. أضاف فخامة الرئيس أن الحكومة عمرها قصير والمطلوب منها كثير. الوزراء خرجوا مع ابتسامات عريضة على وجوههم. وبحسب المعلومات فإن الجلسة لم تخط في عناوين البيان الوزاري. وزير العدل أشرف ريفي قال للصحفيين عن اجتماعه برئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا إنه جرى الاتفاق على إخلاء طريق اللبوة عرسال من أي وجود غير شرعي، على أن يتولى الجيش زمام الأمور. ووضع ريفي اللقاء في إطار فتح صفحة جديدة والتمهيد لإيجاد حلول للأمور العالقة. استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب النواب مروان حميدي، فؤاد سعد، أنطوان سعد ومنسق الأمانة العامة لقرابة 10 من أذار فارس سعيد، في حضور النائب أنطوان زهرة ورئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية ملحم رياشي. وعقب اللقاء سأل الإعلاميون جعجع رأيه في الحكومة، فرد ممازحا وهو يشير بإصبعه إلى الوفد: هذه هي حكومتي. أشار وزير التربية الياس بوصعب بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح إلى أن البلاد ستعيش فترة إيجابية في الفترة الحكومية الجديدة. وتناول بوصعب موضوع البيان الوزاري. أتأمل أنه ما يأخذ وقت كتير، يكون في بيان وزاري مختصر.
بتفاؤل كبير وأمل بتسجيل كثير من الإنجازات تواصلت عجلة التسليم والتسلم بين الوزراء السابقين والحاليين، وقد جرى التسليم في كل من وزارة الداخلية والأشغال والاتصالات والمال والسياحة والصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية. حكم داعش يفرض النقابة وأداء الصلاة ويحظر الموسيقى والغناء في إجراءات تلاقي استنكار المواطنين. فرض تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام إجراءات صارمة على أهالي محافظة الرقة في شمالي سوريا بعد سيطرته الكاملة على المحافظة في مطلع العام الجاري. الإجراءات هذه جاءت في 4 بيانات أصدرها التنظيم، ومن أحكامها فرض النقاب وفرض صلاة الجماعة وحظر الموسيقى والغناء والتدخين، كما حظر بيع أقراص الغناء وآلات الموسيقى وتشغيل الأغاني التي وصفت بالماجنة في السيارات والحافلات والمحال وجميع الأماكن الأخرى، إضافة إلى إزالة صور الرجال والنساء عن واجهات المتاجر. داعش طالبت بإغلاق المتاجر قبل موعد الصلاة ب10 دقائق، ودعت كل الرجال إلى المشاركة في صلاة الجماعة، وأي متجر يعمل في وقت الصلاة يغلق ويطلب للمساءلة الشرعية. هذه الإجراءات لاقت استنكارا شديدا لدى السكان. يا تسمع قرآن يا أما تنجلد أو من هالحكي، وبنفس الوقت الدخان، يعني الدخان من عوم من عن باتا، اللي يشوفون عنده باكية يسووا له حاجة، يشوفون عنده باكية يعني له كم جلدة يعني. والنقاب يعني حتى بالإسلام ما انفرض النقاب، انفرض الحجاب، اي صح، بس نحن بالرقة ساكنين مسيحية ومسلمين، يعني هالشي ممكن ينفرض علينا الحجاب كإسلام، بس المسيحية ما مو مفروض عليهم يعني. فعلى أي أساس بكثير عيال اضطرت أنها تطلع من الرقة مسيحية وغيره ويطلعون شاب بسبب هالشغلة النقاب وغيره، وهالشغلات نحن ما متعودين عليها أبدا، يعني هذا قمع للحريات الشخصية عندنا بالرقة وما احنا متعودين على هالشي يعني. فأنا من الناس اللي مع الحجاب يعني طبعا، لأنه هذا الفرض عليه ديننا، بس الدين دين يسر يعني، ما يصير أنه يفرضونه حسا من يعني العالم حست حالها مجبورة أنه لازم تلبس الحجاب يعني، مو نحن مو دين، مو دين بس دين الإسلام البرقة يعني، بأكثر من دين لازم يحترمون هاي الشغلة. بعدين صار بيجلد للنساء إذا ما حدا بيشتر نسوان جلدت وشتر نسوان انعدمت يعني. أكثر العقوبات التي لقاها الرجال كانت بسبب سماع الأغاني والتدخين، أما النساء فعوقبنا على عدم التزام وضع النقاب. هذه التصرفات دفعت المئات من العائلات المسيحية إلى مغادرة المدينة، وخصوصا بعد استيلاء داعش على كنيسة البشارة كبرى كنائس محافظة الرقة. الجبهة الإسلامية تهدد بتفجير قلعة حلب بعد تفجير فندق الكارلتون الأثري. مع تطور فصول المعركة السورية، ما عادت قلعة حلب سحر المدينة المنتصبة على تلتها البيضاوية، ولا مدعاة فخر أبناء المدينة أمام ضيوفهم، ولا حتى موقعا محميا من اليونسكو. لقد استعادت القلعة دورها الأصلي في المعارك المحتدمة بين السوريين. اليوم باتت القلعة في مرمى الجبهة الإسلامية، فضرورات المعركة والسيطرة الميدانية تبيح محظورات تدمير ذاكرة مدينة وشعب. ظالمين ذخيرة موجودة وأبطال اقتحامات موجودين، ولكن نحن ركزنا على كلمة وقت تشكيل الجبهة الإسلامية من الأمير أبو عيسى. تفضل. لما قال لهم سترون في حلب غير الذي تسمعون. نعم. فقررنا إن شاء الله نفرجيهم العمل ما شافوه من بداية الثورة السورية لحد الآن. في هذا المخطط تعتمد الجبهة الإسلامية على حفر أنفاق تحت الأرض للوصول إلى أهدافها ضد الجيش النظامي، وقد بدأ ذلك مع القصر العدلي ومستشفى الكندي، ثم فندق الكارلتون الأثري القريب من القلعة، وصولا إلى التهديد بتفجير القلعة نفسها. هنا بنحط اللمسات الأخيرة حتى نعرف نتأكد من الهدف 100% أنه نحن داخل يعني تحت فندق الكارلتون 100% إن شاء الله. ما شاء الله. طبعا هاي هون بتاخذوا قياسات نظامية آخر لحظات الأخيرة إن شاء الله. نعم. اليوم بإذن الله بتدخل المواد المتفجرة، وبعد ساعات إن شاء الله بتسمعوا وتشوفوا شيء اللي وعدكم فيه أبو عيسى. يا إن شاء الله يا أهل حلب. إن شاء الله يا أهل حلب طبعا اللي معنا. إن شاء الله.
وفندق الكارلتون هو مبنى أثري يواجه مدخل قلعة حلب، بناه السلطان العثماني عبد الحميد عام 1883، استخدم مشفى ثم مركزا لتخريج الممرضات، وتحول لاحقا إلى فندق سياحي. وقد تسبب تفجير النفق تحته بتدمير معظم أجزائه الخلفية وتعرض جدرانه لتصدعات خطرة. أما القلعة فتهدد الجبهة باستهدافها بسبب ما تدعيه بوجود قناص بداخلها، لكن أهل الاختصاص يطمئنون إلى صعوبة تنفيذ مخطط مماثل بسبب وجود خندق واسع يحيط بالقلعة ويحميها من حفر الأنفاق تحتها. آخر التطورات السورية، الأمير تشارلز في الرياض، وأخبار أخرى في بانوراما دولية. بعد اتفاقات المصالحة في عدد من البلدات الواقعة في ريف دمشق مثل القدسية والمعظمية وبرزة وبيت سحم ويلدا، وصلت المصالحة إلى باب الله، آخر بؤر التوتر الرئيسة في ريف دمشق، حيث عقدت القوات النظامية السورية ومقاتلو المعارضة مصالحة تقضي أولاً على وقف إطلاق النار ورفع الحصار. كل مناطق محافظة ريف دمشق وسوريا تسير على التوازي، الجميع يتعطش لعودة الوئام. وفي وقت أعلنت جبهة النصرة عن مقتل أميرها في المنطقة الجنوبية من الغوطة الشرقية المدعو أبو علاء الأردني، أعلن التيار السلفي الجهادي في الأردن بحسب صحيفة النهار أن 25 من قياديه البارزين قتلوا في سوريا خلال اشتباكات مع القوات الحكومية، من بينهم شيشان وتونسيين وعراقيين وسعوديين وحتى ليبيين. زارت الناشطة الباكستانية الشابة مالالا يوسف زاي المعنية بحق الفتيات في التعلم مخيم الزعتري للاجئين السوريين في شمال الأردن، وأثناء وجودها في المخيم زارت مالالا مبان لمدارس وملاعب وتبادلت الحديث مع اللاجئين وجمعت معلومات عن أوضاعهم. بحث الأمير تشارلز في الرياض مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل وعدداً من المسؤولين قضايا إقليمية مختلفة على رأسها الملف السوري، كما والتقى الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بالأمير تشارلز، وذلك في مزرعة خادم الحرمين الشريفين بالجندارية، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التي تربط البلدين الصديقين والتعاون بين السعودية وبريطانيا في مختلف المجالات. حمل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مؤتمر صحفي رئيس الحكومة العراقية نور المالكي مسؤولية تردي الأوضاع في العراق، واتهمه بالديكتاتورية، مشيرا إلى أن العراق يعيش تحت رحمة ثلة أتت من الخارج. وأشار الصدر إلى أن الحكومة تكمم الأفواه وتهجر المعارضين وتعتقلهم، داعيا أنصاره إلى المشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة، وقال إن الأموال أعمت عيون المسؤولين في الحكومة العراقية. ميدانيا قتل نحو 50 شخصا وأصيب العشرات بجروح في انفجار 3 سيارات مفخخة في بغداد. في أوكرانيا أكدت وزارة الصحة مقتل 3 متظاهرين في اشتباكات وقعت في كييف، فيما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية مقتل 2 من عناصرها نتيجة إصابات بطلقات نارية. وأعلنت الداخلية الأوكرانية إصابة 37 من عناصر الأمن بجروح في اشتباكات، مشيرة إلى أن 5 منهم أصيبوا بطلقات نارية في صدامات قرب مقر مجلس النواب. أما الآن فإلى زميلي شادي خليفة والنشرة الفنية. مساء الخير داليا. للمرة الأولى بيطل معنا بالنشرة الفنية الفنان فارس كرم المعروف بعدم حبه لأجراء لقاءات تلفزيونية لأنه عفوي وبفضل يلتقي جمهوره على المسرح بس. وفارس معروف أنه من أكثر الفنانين اللي بيحيوا حفلات على الرغم من التزامه باللون اللبناني الجبلي. ولفارس مواقف وأراء سياسية بيحاول قدر المستطاع أنه يبعد عنا رغم صداقاته مع السياسيين. تفاصيل اللقاء مع فارس كرم من تبع سوا. عم تعرف تمشي وكان داير هالمصطاد لما صرت بقابي لعمل حالي مش واطي لو ما بيعجبني من مكان. انت من اكثر الفنانين يلي بيعملوا حفلات، يعني عندك بامريكا 16 حفله ورا بعض، وبلبنان ما كانت تهدى، ولكن وضع لبنان تغير بسبب الاحداث يلي عم بتصير فيه، قد ايه هيدا الشيء بيزعلك انك تشوف بعدد من الدول في نشاطات كثير كبيره، بعدد من الدول العربيه لا خفت، بطل بقى موجود في اي نشاط، وبلبنان كمان نفس الشيء؟ اكيد بزعل كثير، مش شوي، انه بلدي هيك يصير فيه
وهالبلاد المجاورة عم بتضج بالحفلات وبالمهرجانات. إن شاء الله يا رب إنه نرجع مثل ما كنا وأحسن، نرجع نغني بسوريا وبتونس وبلبنان. فارس، لما تكون عم بتشوف نشاط الأخبار شو بتقول؟ بقول بكل صراحة، عم بحكي عن سياسة لبنان وعم بحكي عن الدول العربية، بقول شو هالشعب السخيف، نحن قاعدين يضحكوا علينا هون الزعمة كلهم سوا، من كبيرهم لصغيرهم. ما بحب اسمع اخبار، بقرف اسمع اخبار اذا بدك. اول مرة عم بحكيك سياسي، يعني ما بحب السياسة. مع انه انت بتجمعك صداقات مع سياسيين فارس ومع بجمعني صداقات، بس ما مش معناتها انه بحب سياستهم، انا بحب شخصهم هني. ما بتحكوا سياسي يعني؟ لا 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 لا، ما بحب السياسي كله اصلا، لانه بحسها غلط، وبحسها مصالح دول كبيره على دول صغيره. الله ينجينا. يلي عم بيصير بالوطن العربي بتلاقيه بمحلات بالفعل هو ربيع عربي ومحلات خريف عربي، هو شتي والدنيا عم تبرق وترعد معلم، والطالع من الارض اكثر من نازل من السماء، بكل وضوح وبكل صراحة. هيدا قاعدين يضحكوا على العالم، هو الكل سوا. هي جديد الشتاء العربي؟ أكيد أنه الشتاء عربي. شوف قد عم بروح عالم، قد عم بروح أطفال. ولا ضيق نفسك ما عندك أوسع منه، لا ترجع أولاد الحي لما كان في خلاف بينك وبين نجوى كرم صلحته على الطيارة، أنت مرضيت إنه يكون في خلاف؟ ما في مشكل، ما في صديق إلا بعد مشكل. نجوى أخت وحبيبة وصديقة وغالي كتير علي على طول بقولها، يعني هيدا بالنسبة لك أنت ونجوى، وبالنسبة لخلافها مع ملحم اللي كتار ما بيعرفوه حتى يمكن هني وسمح لنا فيها، أنت لعبت دور فارس بأنك تصلحهم. يعني اثنين ما بيعرفوا الخبرية، بس أنا بهمني أنه يكونوا مصالحين. وليه ليه ما بتحكي فيها فارس؟ خلص، أنا بهمني أنه اثنين كبار من لبنان ما يوصلوا لهون. نجوى كرم ست بحبها من قلبي. فارس، ناطرين نحن عملك الجديد، ومثل العادة كل مرة بيكون في قفشة، هالمرة القفشة اللي ما حدا ناطرها وما حدا متوقعها الباربي. غنية إذا بقول لك شادي لفتني العنوان تبعها، غنية بتحكي عن بنت حلوة اسمها باربي، إن شاء الله إنه بتوصل لقلوب العالم. من كلمات أريج داو، الحين سليم سلامة وزيع روجيه خوري. معروف انه بتحب انت كتير جورج وصوف واصحاب كتير معه، بس اوقات بتعلقه، يعني اوقات صار زمان مش شايفه الابو وديع، الله يقدم له الصحة يا رب. نحن هلا كيف علاقتكم؟ كتير منيحة حبيب قلبي، هيدا حبيب قلبي، الله يقدم له الصحة يا رب. وبالبانوراما الفنية مايا دياب وقعت بفخ تقليد بيونسي، فهل هي ضحية المخرج أم على علم بالموضوع؟ شو بتقول الممثلة تقلى شمعون عن الفيلم السينمائي الجديد وينون اللي بيطرح قضية من عمر الحرب، وهي قضية اللبنانيين المخطوفين؟ وشو هي تفاصيل فيلم أنبروكن إخراج أنجلينا جولي؟ وشو هي المشاهد الأولى منه من تبع سوا بالبانوراما؟ نيالي فيك بتصبح فيك بتمسى فيك كل لحظة بشوفك قبالي شو عبالي انت ومعي ما بدي شي انت كل شي انت اللي بتزعل كرمالي. أصدرت مايا دياب فيديو كليب جديد خاص بأغنيتها يا نيالي، والمفاجأة أن الكليب مشابه لكليب النجمة العالمية بيونسي لأغنية 1+1 الذي أصدرته العام 2011. فهل وقعت مايا دياب ضحية المخرج دون أن تعلم أن فكرة كليبها مستنسخة من بيونسي، أم أنها كانت على علم بالشبه الكبير ولم تمانع نظرا إلى جماله؟ أنت
المهاجرين بس يسبوا بعضهم على التلفزيون كمان القصص بلا طعم، والأمات اللي محروق قلبها على أولادها عمرها ما ترجع. اديلي ابني يا عطرة. فيلم سينمائي جديد بعنوان وين كتابة جورج خباز يسلط الضوء على قضية حساسة وهي المختطفين. الممثلة تألا شمعون إحدى بطلات الفيلم ماذا تقول عنه قبل أن يبصر النور في الصلاة السينمائية؟ وين هو فيلم بيتناول قضية المخطوفين، فإن لازم يكون هو ملتصق بالواقع بالمجتمع وبمشاكله بهمومه بكل شيء. الحلو بهذا الفيلم أنه بتشوف يمكن القضية مش من منظار قضية سياسية أو قضية حلول لها بمعنى الحل السياسي، ولكن بتشوف الوجع الإنساني أكثر وأكثر من خلال هالنسائات اللي كل حدا منهم ناطر زوجة، وحدة ناطرة خيا، حدا تاني ناطر ابنه، ناطرة حبيبة، ناطرة أستاذة. فكل حدا عم نشوف هيدا الوجع الإنساني اللي حامله. وأنا بقول ضروري كمان حتى الأشخاص اللي هني ما كانوا بأيام الحرب وما فهموا الحرب الأهلية شو عملت من أضرار، إن كان مش بس على صعيد التهديم والدمار ولكن كمان على صعيد الأمور تهديم الإنسان، وبعدها يعني تردداتها لهلأ موجودة. فضروري هيدا جيل يعرف إنه الحرب الأهلية البشعة اللي مرقنا فيها شو عملت حتى بيرجع يوقع فيها مرة تانية. بس قبالي أعرف وينه، طيب ولا ميت؟ If I'm not alive. كشفت نجمة هوليوود أنجلينا جولي عن المشاهد الأولى من الفيلم الذي أخرجته بعنوان أنبروكن، والذي يروي قصة البطل الأولمبي لويس زامبريني الذي تحطمت طائرته في البحر خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تاه مع رفيقين له في البحر ل47 يوما إلى أن ألقى اليابانيون القبض عليهم. ومن هناك بدأت معاناة جديدة لفتت انتباه أنجلينا جولي، فقررت أن تحول هذه المعاناة إلى عمل تعرضه الشاشات الكبيرة. الفيلم صور في أستراليا حيث استقرت أنجلينا جولي لأشهر كي تنجز مهامها على أن يبصر النور شهر كانون الأول المقبل. هيدي هي مواضيعنا بنشرتنا الفنية لليلة. زميلتي دريم تلتقي فيكم مساء بكرة بنشرة فنية جديدة. من هلأ لوقتها ضلوا بألف خير. وقبل ختام لقطة اليوم، أهلا الشباب الطيب، أهلا. هذه خي القصة طويلة، دورها خي، دورها دور دور واعطيني شحطة قبل ما تجي تجي تجينا الشرطة. دورها دور دور دورها دور دور دورها دور دور شوف ملا جنصة. كان في نشرة 5 صواريخ من الداخل السوري على البقاع الشمالي. أنسي الحاج رحيل الخواتم إلى خيال الحياة. أولى ثمرات الحكومة لجنة صياغة البيان الوزاري. ونحن نتجه مبدئيا إلى وضع بيان وزاري مختصر جدا. غريزة قتل الزوجات تلاحق اللبنانية مارغريت طنوس حتى أستراليا. لقط المعص وبلش يشرطها بوجهها، صار يشرطها بوجهها. لا هلا رايحة تعمل تجميل بلبنان، أنا هلا الحجملي كانت. آخر إبداعات داعش من الرقة النقاب والقرآن وإلا. هم فرضهم علينا فرض، يا تسمع قرآن يا أما تنجلد أو من هالحكي. وكان في النشرة أيضا جديد مايا دياب قديم بيونسي. أنت ملك بتعب بلك ما بديك تترك الوحدي يا حبيبي. كان هذا كل شيء، شكرا لحسن متابعتكم وتصبحون على ألف خير.